تحت رعاية الرئيس السيسي تم امبارح افتتاح فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بمشاركة عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمفكرين والمثقفين أيضا الإعلاميين من مختلف دول العالم. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي انعقاد المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بالقاهرة، ويأتي المنتدى بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية بدولة الكويت الشقيقة. لا يمكن أن تكون هناك تنمية ما لم يكن هناك سلام. صحيح. أبدا. واليوم أي مناخ لم يكن فيه أمن وسلام لا يصلح أن يكون مناخ استثماري، والتنمية هي الاستثمار. فنتمنى إن شاء الله فعلاً أن يكون فيه بيئة مناسبة وصالحة للتنمية والسلام إن شاء الله. فعاليات المنتدى ممتدة على مدى 3 أيام يحضرها نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء بمشاركة واسعة للفيف من المفكرين والمثقفين والإعلاميين من شتى دول العالم. التنمية هي ما يأمله كل مواطن في كل بلداننا العربية، ولكن لا يمكن أن يتحقق التنمية إذا لم يكن هناك من سلام، وبالتالي هذا السلام لا يمكن أن يكون مستمرا إذا لم يكن عادلا. فبالتالي كل ما هذه العملية يجب أن يكون كلها متسقة، عمل مشترك من أجل أن يتحقق ما يصبو إليه المواطن العربي في أنه هناك دول تقوم وتحترمه في حاضره ومستقبله. إن مصر هي قلب الوطن العربي، وتعد مركزا ثقافيا ومركزا تجاريا ومركزا فكريا. حتى قبل 10 سنوات لجميع قادة الدول عائلات أجدادهم كانوا يتلقون التعليم في هذا البلد. لذا فإن كانت مصر قوية اقتصاديا وسياسيا لن يكون مفيدا للمصريين فقط، سيكون ذلك مفيدا لجميع العرب وجميع المسلمين، وهذا ما أؤمن به. ويشهد المنتدى 6 جلسات حوارية تدور حول السلام العادل وقضايا التنمية والمشاركة الشعبية والسلام والتنمية المؤسسية. بنأمل أنه الجلسات والحوارات اللي تتم في هذا المنتدى يكون لها دور بالخروج مجموعة من التوصيات يمكن أن تسهم أو تساعد على الأقل أو تلقي الضوء على ما هي أفضل السبل والبدائل التي يمكن أن نعمل جميعا عليها على الأقل على مستوى الوطن العربي. إحنا لدينا مشاركات الحقيقة كبيرة من الوطن، وأيضا على المستوى الإقليمي لكي نصل إلى هذا الهدف الأسمى متمثلا في السلام. جلسات المنتدى تتطرق كذلك إلى مفهوم الدولة الوطنية وقضايا الصحة والتعليم والعمران وغيرها من القضايا والموضوعات ذات الصلة.